ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن احداث الحلقه الثالثه من مسلسل حريف القلب. نهله راحت وكسرت الازاز، وراشد قال لها ليه بتعملي كده؟ قالت ان هي عايزه تدخل تطمن على بنتها وان هي موجوده جوه. قال لها ادخلي. دخلت ما لقتش البنت وكانت قلقانه عليها. حاول راشد يهديها ويقولها يعني هتكون راحت فين؟ قالت ان البنت لوحدها وهي خايفه عليها جدا. وفجاه بيجي لها اتصال من بنتها امل، وبتقول فيها ان هي عايزه على طول مامتها تجيلها دلوقتي، وان هي على طريق الثمامه، وما كانت خايفه عليها جدا، كانت رايحة علشان خاطر تجيبها من هناك. صمم راشد انه يوصلها، وبالتالي راح فعلا ووصلها ولقيوها ورجعت معاها. حاولت امها تهديها وتجفف لها شعرها. بينما بعد كده بيتكلم راشد مع زوجته ان ليهم بنت ومفروض يدوروا عليها، لكنها ما كانتش متقبلة ابدا فكرة ان هي ممكن يكون لها بنت تانية غير بنتها شو. فرح مع مامتها بتقول لها احضنيني والعبي لي في شعري، كانت خايفة كتير. حاولت تهديها. بيتكلم راشد مع زوجته فرح في موضوع بنتهم، بيتفرجوا كمان على فيديوهات قديمة وهي صغيرة، ما كانوش مستوعبين أبدا إن البنت دي ما تطلعش بنتهم، مش عارفين يتصرفوا إيه إزاي ولا يعملوا إيه. بترجع جواهر تعاير نهلة كالعادة إن هي اللي بتصرف عليها، وقالت لها إن شاء الله هتدور على شغلانة وتصرف عليها على نفسها وعلى بنتها. بينما بعد كده بنلاقي إن بتتكلم فرح مع واحدة صديقتها، وبتقول لها صديقتها المفروض إن بنتك شو خرجت بالسلامة، ليه زعلانة ومضايقة؟ قالت لها مفيش حاجة، كانت فاكرة ان في حاجة بينها وبين راشد، عشان كده لما جه مشاري قالت له لطيفة ان شكل كده ابوك مزعل امك. فطبعا ما كانش مصدق، وقالت له اقف جنب امك لانها شكلها متضايقة كتير. بتتكلم فرح مع راشد في موضوع البنت، وبيجي بعد كده ابنهم مشاري وبيفهم الموضوع غلط، وبيفكر ان امه قبلت ان ابوه يتجوز عليها وان هو عنده بنت تانية يعني، علشان كده اضطروا ان هما يفهموه ان شوق مش اخته وان تم تبديلها في المستشفى. كان مصدوم. شوق سمعت كانت منهارة، خرجت على طول بالتاكسي، مشيت على طول. راشد مش عارف يعمل ايه، راح يدور عليها ملقاهاش، فضل يدور عليها. بينما بعد كده امل وامها نهلة بيعملوا كيكة وبيهزروا وبيضحكوا مع بعض، وساعتها بتيجي اتصال لامل من صديقتها ان في دعوة، المفروض ان هما يروحوا يعني دعوة، يعني المفروض حفلة كبيرة. فاستأذنت من مامتها قالت لها طب والكيكة؟ قالت لها لما اجي اكلها. راشد مش عارف يعمل ايه، بيدور على بنته شوق مش لاقيها. شوق في التاكسي بتعيط. فرح بتتصل براشد عايزه تعرف بنتها فين، قعدت تصرخ عليه، رد وقال لها ما تصرخيش عليا. راح على طول على النادي ولقاها بالفعل على الخيل، حاول يهديها ولا انت بنتي وانا ماليش غيرك، واخدها في حضنه وروحوا مع بعض على البيت. جواهر بتروح البيت وبتلاقي نهله عامله كيكه وبتقولها استخدمتي قد ايه؟ قالت لها استخدمت 3 بيضات. قالت لها انا بصرف عليكم. عادي تعيرها كالعاده، هزقتها وعابت كمان في الكيكه، فسابت على طول البيت ومشيت وهي متضايقه. بيروحوا البنات بعد كده امل وصديقتها راويه على الحفله، لكن مش بيرضوا يدخلوهم، فبيضطروا يلفوا من الباب التاني ويدخلوا، وبيتصوروا وبينبسطوا جدا. ودي طبعا عوايد امل ان هي دايما تعمل كده. نهى كانت موجوده في الشارع، بتلف في الشارع وهي متضايقه، وبتلاقي صاحبتها راوية وبتقولها أكيد طبعا جواهر غثتك كالعادة وضايقتك. جواهر بتبدأ تاكل من الكيكة وبتعجبها بعد ما بهدلتها على الآخر. نهلة بتتكلم مع صديقتها إن هي لازم تلاقي شغل عشان تقدر تصرف على نفسها. راشد بيرجع بشوق وأمها بتكون فرحانة جدا إن هي شافتها. بعد كده بتحاول نهلة إن هي تلاقي شغل، صديقتها بتقولها إن هي لقت لها شغل. أما بالنسبة للفرح فقالت هنسكر على الموضوع ده ومش هنفتحه تاني، وخلاص انت بنتنا وما حصلش حاجه ولا كانك سمعتي حاجه. لكن ردت شوق وقالت ده ما يمنعش ان انا مش بنتكم وان ليكم بنت حقيقيه، المفروض انكم تدوروا عليها وتسيبوني انا كمان ادور على عيلتي. ساعتها طبعا كانت مامتها وباباها مصدومين من اللي بتقوله. دي كانت احداث الحلقه الثالثه من مسلسل خريف القلب. استنوا باقي احداث وتسريبات مسلسل خريف القلب للنجمه الهام علي والنجم عبد المحسن النمر. اشوفكم على خير واشتركوا في القناه واستنوا كل جديد. باي باي.